يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء من قول المؤلف رحمه الله قال: والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، يعني الكرامات، المقتصدون في الطاعة، يعني اللي ما هم ما عندهم طاعة كثيرة، المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط، وقد يفعل بعض المكروهات ويترك بعض المستحبات، هذا المقتصد. نعم. وهل يكون المقتصد وليا من أولياء الله؟ نعم، لأن المؤمنين على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، وهو صاحب الكبيرة التي دون الشرك، هذا ظالم لنفسه، والمقتصد هو الذي ليس عنده ذنوب ولا معاصي لكنه يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، هذا المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذا هو السابق بالخيرات. نعم.